يشوف ايه النواقص اللي موجوده. اعتقد بدايه مبشره ليه، وان شاء الله يكون خير لينا جميعا. ولكن بعد الزوبعه اللي حصلت اللي فاتت دي، اعتقد كل حاجه رجعت طبيعيه، وان شاء الله بقى نكمل على خير يعني. عندكم تجمعات قريبة أو اه ان شاء حاجة؟ الله احنا عندنا ماتش سوريا منتخب سوريا 2008 موجود في مصر ان شاء الله. عندنا ماتشين يوم 27 ويوم 1 مارس او 2 مارس، لسه ما تعدتش الماتش الثاني. هيجي واحنا عندنا معسكر من 25 ل 5، وربنا يسهل الحال ان شاء الله، ويكون بداية مع ماتش ربنا يكرمكم ان شاء الله. الودية ان شاء الله. فوزي النهارده كان هناك زياره تاريخيه، الحقيقه انا بعتبرها زياره تاريخيه لمجلس اداره نادي الاهلي لنادي الزمالك، واستقبال رائع جدا الحقيقه من مجلس اداره نادي الزمالك لمجلس اداره النادي الاهلي. كيف ترى هذا الامر؟ أرى إن الطبيعي بتاع زمان من أيام وإحنا يعني وإحنا صغيرين، طبيعي إن إحنا بنتنافس ولكن حبايب، حتى وإحنا يعني في أي حتة إحنا حبايب. وياما لعبنا جوه نادي الزمالك، وياما وإحنا ناشئين، وياما لعيبة نادي الزمالك جت لعبت في التتش، وكانت الأمور عادية وما كانش بيحصل مشاكل ولا خناقات ولا أي حاجة. عادي جدا ان الزمالك يكسبني في التتش ويحفل عليا في الملعب بعد المباراه، عادي جدا من غير اي اساءه، وانا برضو اروح العب في متعوبه واكسب واحفل واخرج. الجمهور كان بيبقى متواجد في ماتشات الناشئين، ويمكن لحد اعتقد لحد 2004 2005 جمهور كان بيروح ماتشات الناشئين ومتابعها، وكانت الامور عاديه والامور طبيعيه جدا. واعتقد يمكن حاله الاحتقان اللي فاتت كان سببها يعني بعض الاشخاص، والحمد لله الساحه الى حد ما فضيت. تغيرت. فضيت، واعتقد ان يعني طلب نادي الزمالك او الدعوه من مجلس الاداره الجديد لنادي الزمالك ارسى دعائم الايه الود والمحبه من قبل اي حاجه. وطبعا اكيد موافقه مجلس اداره النادي الاهلي وتلبيه الدعوه بعد فترة من يعني طبعا لظروف وفاة الوزير وزير العام فاروق، طبعا نائب رئيس النادي طبعا يعني اعتقد بعد 3 اسابيع من وفاته يعني يعتبر وقت كويس ان مجلس اداره النادي الاهلي يروح يلبي الدعوه. واعتقد الاحتفاء بوجود الكابتن محمود وكل المجلس كان واضح، وانت شايف عدد الناس اللي بتصور بتليفوناتها، مش هقول لك اللي بتصور بكاميرات، مش هقول لك الصحفيين، لا ده اعضاء من 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 الجمعيه العموميه لنادي الزمالك متواجدين وبيصوروا هذه اللحظه، لانها توثيق لكل حاجه وتوثيق لكل حاجه جميله بين الاهلي والزمالك، وده الطبيعي، ونتمنى انه يستمر على كده جوه الملعب في منافسه ومنافسه شريفه، وبره الملعب احنا اخوات وحبايب في الاول وفي الاخر. هذه هي العلاقات اللي احنا دايما كنا بننده عليها. بننده عليها، كنا بننده عليها. والله كانت هذه هي الحقيقه دايما، علاقات جيده جدا. ولكن معلش يا جماعه برضو مره تانية لازم نقول هذا الكلام، انه في النهايه مجلس اداره النادي الاهلي واحترام كبير لمجلس اداره نادي الزمالك، ومجلس اداره نادي الزمالك واحترام كبير لمجلس اداره النادي الاهلي، ولكن تظل دائما التنافس داخل الملعب، التنافس في كل الصفقات، التنافس في كل شيء. أنا كأهلاوي عايز كل الحاجات الكويسة تيجي عندي، ده هيفضل كده يا أحمد طبيعي. لغاية بص لغاية لما يوم القيامة. قصة إن أنت عايز تكسب أو تاخد بطولة دي حاجة متعارف عليها وحاجة طبيعية، أنت عايز تاخد بطولة وهو عايز ياخد بطولة، وإحنا الاتنين بنتنافس على حاجة واحدة، دي حاجة إيجابية وحاجة كويسة جدا. الإيجابي والكويس جدا، الناس لو تتفرج على مثلا ماتشات أهلي وزمالك مثلا ساعة أذان العشاء، بتلاقي لعيبة الأهلي والزمالك بيصلوا مع بعض والدنيا عادية جدا ومفيش أي مشكلة. تعال اتفرج على ماتشات اليد والسلة في الصلاة المغطاة بعد المباراة، الناس بتحب بعض وبتسلم على بعض والدنيا كويسة، ده الطبيعي وده العادي وده اللي كان متعارف عليه. ولكن المنافسة في الملعب مين يكسب مين، من حق أفرح لما أكسب، ومن حق أزعل لما أخسر، وفي نفس الوقت من حقي إن أنا أدور على كل البطولات إن أنا أستحوذ عليها وأحاول إن أنا ما تطلعش بره جرابي. وإن شاء الله ده اللي احنا مولودين عليه وده احنا اللي متعودين عليه بالظبط كده. ده طبيعي على فكرة، احنا بس مستغربين أو في ناس مستغربة لأن في أجيال ما شافتش الاحترام والأدب والزيارات المتبادلة ما بين الناديين الكبيرين. والأخوة. يعني أنا لسه من شوية كنت جايب لقطة. نعم، والأخوة والمحبة يعني أنا دايما كان من أعز أصدقائي أو من اللي بنقعد دايما في أوضة واحدة في المنتخبات كلها كانوا زملكاوية، مش هقول أسماء لكن كلهم كانوا زملكاوية يعني،
من نادي الزمالك يعني اقصد. ما فيش مشكله، حتى لو ايه انت في الاول وفي الاخر انت زي ما قلت لك تنافس في الملعب حاجه وبره الملعب احنا اخوات. بص بالزبط. الابتسامه على وشوش مجلس الاداره هنا ومجلس الاداره هنا، بص الترقب من كل الصحفيين والترقب من الكاميرات وكل يعني انت هي زياره تاريخيه بترسي دعائم الاخوه والمحبه وترجعنا لسابق عهدنا، ونتمنى ان الامور تمشي على كده، واتمنى ان مجلس اداره نادي الزمالك في اسرع وقت يلبي رغبه مجلس اداره النادي الاهلي بالدعوه للتتش ان شاء الله. ماشي يعني نتمنى طبعا ان احنا نشوف ده خلال نعم جزيره يعني قصدي يعني يا رب ان شاء الله خلال الايام القادمه ده نشوفه، وانا متاكد ان احنا هنشوفه في اقرب وقت، ولكن حان الوقت الحقيقي الان اللي هو لنبذ التعصب، بمعنى انه في ناس كانت عايشه على اللي بيحصل ما بين الناديين. اكيد في ناس بتقتات على مثل هذه الحكايات والبوستات وناس بتشير عشان خاطر ده يغلي في ده وده يغلي في ده. دي نصيحة بقى لوجه الله ونصيحة لكل الجماهير ولكل من هو قاعد على كيبورد ومن كل واحد ماسك تليفون وانت بتكتب حاجة او بتشيرها، خلي بالك بقى لان ايه